إذا كنت من المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات انتبه، فمنذ بداية الشهر الجاري يجب عليك الحصول على رخصة، وإلا ستغرم بمبلغ 1360 دولار وسيتم غلق صفحتك. المجلس الوطني للإعلام أصدر قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني الذي يوجب على كل من يرتبط بالدعاية الإلكترونية أن يسجل نفسه للحصول على ترخيص قبل نهاية هذا الشهر. لحظة، أيضا هناك شروط. الشروط منها الشخصية، يجب أن تكون حاصلا على مؤهل علمي دراسي من كلية أو معهد أو جامعة، وأن يكون المتقدم حسن السيرة، حسن السمعة. من الذي يقرر موضوع حسن السمعة؟ الدولة طبعا. شروط الموقع أو حساب التواصل أن يدار من داخل الدولة، المواقع الخارجية لا تشملها التراخيص. ثم عليك احترام توجهات وسياسات الدولة على المستوى الداخلي والدولي. يقال إن المؤثرين أو نجوم السوشيال ميديا إذا شئتم يؤثرون بنحو 71% على الأشخاص من بين 18 إلى 40 عاما يتأثرون بآراء هؤلاء. أيضا لا تنسوا أن الإعلانات على صفحاتهم ليست بالمجان. خذوا معي أمثلة. إذا زاد متابعوك عن 7 ملايين متابع على يوتيوب، قد يصل سعر الإعلان الواحد على صفحتك، احذروا، 300,000 دولار للإعلان واحد. طيب ماذا عن 7 مليون على فيسبوك؟ 187,000 دولار على كل بوست. طيب إذا كان لديك 7 ملايين على إنستغرام، لا بأس ب 150,000 دولار حلوين في جيبك لقاء ترويج منتج واحد على صفحتك، كذلك المبلغ نفسه بالنسبة لسناب شات. أما على تويتر، تويتر تتراوح الأسعار للترويج للمنتج بين 200 دولار إلى 60,000 دولار بحسب عدد المتابعين. 60,000 دولار فقط هذه للذين يملكون 7 ملايين متابع. من هم هؤلاء النجوم في الإمارات العربية المتحدة؟ ها هم. بعض المدونين فرحوا بالقرار، منهم المدونة سناء شيقاليا، عندها فقط 70,000 على إنستغرام، رحبت بهذا القانون. تقول: أنا أرحب بهذا القانون لأنه يعني لا أحد يستطيع أن يستيقظ من النوم ويقرر أن يصبح مدون، بالإضافة إلى أن هذا القرار سوف يزيد من مصداقية صفحتي. لكن المغردين كان لهم آراء مختلفة. يقول مثلا زين عبادي، يقول: برافو علي على هيك قرار، ست سيتي صارت فاشونيتسا و99% منهم معفنين ولا بيفهموا بالموضة ولا شيء قرف يقرفهم لأنهم قرفونا. لينا القاني تقول: إذا طبقوا القرار بالكويت بيختفي نصهم، قال مؤهل عالي. قال أيضا هناك مؤيدة الخضرة يقول: قسما بالله إنهم فهمانين أهل الإمارات يا أخي، حكومة فهمانة. ليش المؤثر يأخذ على كل إعلان 5,000 درهم كحد أدنى، ولا بيدفع درهم تسجيل شركة ولا ضريبة مبيعات أو دخل، ولا عنده مدقق حسابات ولا موظفين ولا 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 ولا, ولا, ولا.